الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية جديدة من الحدث، إليكم أهم ملفاتها. حطام غزة يكسر فرحة أهلها، دفعة جديدة من الأسرى، لبنان واشف الحرب، وميليشيات إيران تثير القلق في العراق. هذه الملفات نناقشها تفصيلا ومعها أيضا عناويننا الرئيسية. وفيها هدنة غزة صامدة في يومها الثاني رغم إبقاء الشمال منطقة حرب. حماس وإسرائيل تتبادلان قوائم دفعة جديدة من الأسرى وسط حديث عن صفقة شاملة. ومن غزة إلى الضفة، اقتحامات إسرائيلية واشتباكات في جنين. مسيرة من جنوب لبنان تكسر صمت الهدنة وتسجل أول خرق حدودي. أيام الهدنة في غزة، أفاد مراسل الحدث بأن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ما زالت تتدفق على غزة عبر معبر رفح، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتزام هيئة السجون إطلاق سراح 42 أسيرا فلسطينيا اليوم، وذلك في إطار الاتفاق مع حركة حماس، فيما سيطلق بالمقابل سراح 14 رهينة إسرائيلية محتجزة لدى حماس. هذا وأفرجت الحركة أمس عن 24 رهينة كانت تحتجزهم، كما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال. حذر الجيش الإسرائيلي في منشورات أطلقها جوا من أن الحرب لم تنتهي في قطاع غزة. المنشورات اعتبرت أن عودة السكان إلى شمالي القطاع ممنوعة وخطرة جدا. ورغم هذا التحذير، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا محاولة آلاف الفلسطينيين العودة إلى شمال غزة. نذهب مباشرة مشاهدينا إلى مؤتمر صحفي لرئيس هيئة شؤون الأسرى في فلسطين قدورة فارس، وهذا المؤتمر نعود لنتابع من بعده. ستة منهم قتلوا بدم بارد ومع سبق الإصرار، وما زال مسلسل القمع والقهر مستمر. وكانت هذه القضية قد طرحت في جولة المفاوضات الأخيرة والتي أدت إلى الاتفاق على الهدنة القائمة حاليا منذ يوم أمس، وكان يفترض أن تكون يعني ضمن بنود هذه الاتفاقية، ولكن تعهد الإخوة
في قطر وفي مصر بأن يبذلوا قصارى جهدهم عبر التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إعادة الأوضاع في السجون إلى سابق عهدها وكف يد الاحتلال عن أبنائنا وبناتنا. كذلك يعني نحن في غاية القلق ونحمل المسؤولية الكبرى لدولة الاحتلال عن مصير عدد غير معروف من الأسرى المعتقلين من قطاع غزة، سواء كانوا من المقاومين أو من المدنيين. إسرائيل ترفض حتى هذه اللحظة أن تفصح عن عددهم، عن أسمائهم، عن أماكن وجودهم، عن أوضاعهم الصحية، وبالتالي هذا الحجب المريب للمعلومة عن مؤسسات دولية يفترض أن تعرف أولا بأول من تم اعتقالهم وأين يتم احتجازهم وفي أي ظروف، لكن إسرائيل لم تفصح، الأمر الذي يعني أن هناك أمرا مبيتا لهؤلاء الإخوة. ولذلك نحن من الآن نحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام أن يمارس تدخلا وأن يمارس ضغطا لإلزام إسرائيل بأن تتصرف على الأقل كدولة، وهذا هو الحد الأدنى، لا أن تتصرف كعصابة. بالأمس استقبلنا الدفعة الأولى من أسيراتنا وأسرانا المحررين، وهذه العملية يعني تمت. نعم، الشعب الفلسطيني يفرح لتحرر أي أسير من الأسرى. عملوا سمعت شو عشان الكاميرا، لا كنت محل ثاني. الشعب الفلسطيني يسعده أن يستقبل أي ابن أو أي بنت من بناته محررين، ولكن كون هذه الصفقة تنفذ في خضم حرب آثمة وشلال من الدم ما زال متدفقا، يعني كان أو هو حري بنا، وهذا أعتقد أنه محل إجماع لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني أن يكون الاستقبال في حدود محدود، وأن يأخذ بعين الاعتبار أن هناك من أهلنا في غزة موجوعين، حتى أن بعضهم ما زال أعزاءهم تحت الأنقاض حتى لم يعني لم يصلوهم. لذلك من الأهمية بمكان وهذا الموقف أو كل الذي سأتحدث به مقبولا على كافة الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، يعني هذا ليس الذي أقوله رأي شخصي أو موقفي. فلذلك يجب في استقبالنا اليوم وغدا لأبنائنا وبناتنا أن نأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. الأمر الآخر، التبادل المفروض يعني أن نظهر كأبناء شعب كلما أتيحت الفرصة أن نظهر موحدين، متعاضدين، متآخين، متحابين. هذه الصورة التي يجب أن يعكسها شعب فلسطين وهو يواجه هذا الابتلاء الكبير المتمثل بالعدوان الإجرامي الآثم المستمر منذ 50 يوما على كل أبناء شعبنا، مركز صحيح في 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 غزة، ولكن الحرب تشن على الفلسطيني على الهوية. أنت فلسطيني، إذن أنت متهم، إذن أنت عنوان لرصاصهم، عنوان لبطشهم ولأذاهم. وقد ارتقى ما يزيد عن 200 شهيد في الضفة الغربية، وتدمير العديد من البيوت، ومئات الجرحى، وأكثر من 3300 معتقل جديد، معظمهم يحولون للاعتقال الإداري. لذلك هذه دعوة لكل أبناء شعبنا خلال الاستقبال، بعد الاستقبال، قبل الاستقبال، أن يظهروا
وحدتهم وتعاضدهم وتآلفهم، لا العكس. حتى اللحظة يعني اليوم يفترض أن يتم إطلاق سراح 39 أسيرة وأسير مقابل 12 أسيرة وأسير إسرائيلي، لكن إسرائيل لم تتقيد بالأمس ولم تتقيد اليوم، وهي تعد القائمة بالمبدأ الذي يحكم عملية اختيار الأسماء. اتفق على أن معيار الأقدمية، يعني أما وأن عدد الأسيرات والأسرى أكبر من العدد المستهدف بالتحرير، فبالتالي اتفق على أن تكون الأقدمية هي المعيار. لكن إسرائيل لم تلتزم بالأمس، وكادت أن يتعطل تنفيذ الدفعة الأولى بسبب هذا التلاعب الإسرائيلي. واتفق بالأمس على تمرير قائمة يوم أمس على أن يتم استدراك الموضوع لاحقا. لكن اليوم عادوا مرة أخرى ولم يلتزموا بالمعيار المشار إليه سابقا، أي الأقدمية. وحتى هذه اللحظة الحوار ما زال مستمرا، وهناك استياء كبير لدى فصائل المقاومة من هذا التلاعب. وبالتالي يعني المأمول هو أن تتم هذه الصفقة اليوم، وعلى الأرجح أن تتم، ونأمل أن تتم، ونأمل أن يعالج الخلل. ولكن لا أستطيع القول أنه تم تسوية هذا الخلاف هذا يعني اليوم. بالأمس تحت وطأة الانفعال أو بعض الأشخاص الذين يعني لا يدركون جلال اللحظة وأهمية الموقف الذي نحن فيه وأهمية أن تتم هذه الصفقة بسلاسة، كان في هناك محاصرة لسيارات الصليب، أعاقوا عمل منظمة الصليب الأحمر وهي منظمة إنسانية نحترم دورها في كل أنحاء الأرض. قد يكون لبعض الناس ملاحظة هنا وملاحظة هناك، لكن المفروض أننا جميعا بالأمس كنا معنيون بأن تيسر مهمة الصليب الأحمر لنتسلم أبنائنا، لا أن يعني يصطف الشباب حول السيارة ويسمعونهم كلاما وشتائم وإهانات ومسبات. اليوم كانوا ينوون أن ينقلوا عملية التسليم، تسليم الأسرى إلى أريحة، ونحن رفضنا ذلك، أقصد الإسرائيليين، بسبب مظاهر الفوضى التي تمت وعدم توفر مسار سلس ومفتوح للباصات التي تقل الأسرى. كل ذلك بسبب ادعاءات أنا لا أفهمها، وبسبب انفعالات لا حاجة لها. علامة هذا الانفعال وعلامة هذا الغضب، وكيف أصبح يعني أردنا أن نستعد الصليب وكأنه منظمة معادية؟ هذا تصرف غير مسؤول وتصرف أكيد غير حكيم، ولذلك نحن نحذر من تكرار مثل هذا السلوك. لأن الصليب اليوم كنت في جلسة مع الصليب الأحمر وقالوا بالحرف الواحد إن لم يكن فريقنا آمن فإحنا مبادئ عمل المنظمة أن يكون فريق الصليب الأحمر في مأمن، فإذا وجدنا أننا لن نكون آمنين لن نواصل مهمتنا، فبالتالي هذا سيؤثر على تنفيذ عملية التبادل. فإحنا بنتوجه للزعلانين والغضبانين اللي مش فاهم عليش غضبانين، إنه يعني اهدوا وتصرفوا بمسؤولية وافسحوا المجال لأن تنفذ الصفقة بعيدا عن بعض أنماط المزايدة والتصرفات التي لا داعي لها ولا تخدم أحد، لا تخدم أسير ولا تخدم أسرته.
إذن نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة شؤون الأسرى، تحدث فيه عن 3300 معتقل جديد لدى إسرائيل، وتحدث عن أنه اليوم يفترض يطلق سراح 39 من الأسرى الأقدمية، كانت المعيار لهؤلاء الأسرى، ولكن على ما يبدو إسرائيل خرقت هذا المعيار. على كل ننتظر التفاصيل وحتى صور للإخلاء عن الأسرى أول بأول. الآن لمتابعة الأوضاع على الأرض ينضم إلينا من مدينة خان يونس مراسل الحدث محمد عوض، وكذلك أيضا ينضم إلينا من رفح مراسل الحدث أحمد عثمان، وتنضم إلينا من الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية موفدة الحدث رفاه السعد. أهلا بكم معنا زملائي. محمد، معك أبدأ من جديد، عندما يعني نتحدث عن هدنة، كيف تبدو الحركة الآن؟ كيف يبدو دخول المساعدات في هذه اللحظات؟ نعم، على الأرض هناك حركة نشطة لمن تبقى في مدينة خان يونس من النازحين الذين لم تحالفهم الفرصة للعودة إلى منازلهم، تحديدا من يسكن في المناطق الشمالية ووسط مدينة غزة، لأن الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا بين المحافظات تحديدا في محور صلاح الدين، فهو يسمح لمن يريد أن ينزح إلى المناطق الجنوبية ويرفض عودة بعض من كان هنا في خان يونس على وجه التحديد والمناطق الوسطى، يرفض دخولهم ويطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز لمحاولة تفريق هؤلاء المواطنين الذين وصلوا إلى النقطة الأقرب للسواتر الترابية التي وضعها الجيش الإسرائيلي لتحصين دباباته وجنوده في محور صلاح الدين وسط قطاع غزة. لكن حركة الأسواق هي حركة نشطة هذا اليوم، هناك عملية محاولة من المواطنين بجلب المستلزمات التي هم كانت غائبة عنهم مثل غاز الطهي الذي سمح الجيش الإسرائيلي بدخوله لليوم الثاني إلى قطاع غزة عبر 4 شاحنات يوميا، بالإضافة إلى السولار التي تسلمته وكالة الأمم المتحدة والأونروا وتم ضخه لمنشآت الأونروا. أضف إلى ذلك فإن على معبر رفح تواصل مصر السماح لهذه الشاحنات بالدخول عبر بوابتها بعد أن سمح الجيش الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تواصل الشاحنات المصرية دخولها إلى منطقة معبر رفح البري إلى الجوار من رفح المدينة، وبالتالي عملية ضخ هذه المساعدات ما زالت مستمرة. من بين هذه المساعدات سمح الجيش الإسرائيلي بإدخال ما يقارب 4 شاحنات محملة بغاز الطهي وأيضا الوقود الذي هو مخصص للأونروا، لكن عمليا هذه الشاحنات يتم إفراغها في المنطقة المجاورة لمعبر رفح البري، وهي المنطقة التي تشهد تطويرا وأيضا تنظيما من قبل العاملين في المعبر من أجل نقل هذه المساعدات إلى داخل مدينة غزة. بالأمس دخل ما يقارب 150 شاحنة محملة بالمواد الغذائية تسلمتها الأونروا، ويجرى في هذه اللحظات تسليمها للهلال الأحمر حتى تصل للنازحين وللمتضررين بفعل الحرب على قطاع غزة. طيب أحمد، معك نتابع الجانب الآخر، يعني ما يذكره محمد هو مما يدخل، ما الذي يتم التحضير لإدخاله؟ نعم بالفعل، يعني كما ترين من خلفي هناك استمرار لتدفق هذه الشاحنات. الآن الكاميرا يعني أحاول أن أنقل لك استمرار لتدفق دخول هذه الشاحنات، كما كان أو كما رأينا في الأمس هناك تدفق في دخول هذه الشاحنات ولكن بشكل متقطع، يعني منذ ساعات الصباح وهذه الشاحنات تدخل. سيكون هناك حصر نهائي للأعداد مع هذا اليوم، ولكن استكمالا لما قاله الزميل محمد، بالفعل رأينا من خلال ساعات الصباح دخول لشاحنات الوقود وشاحنات ل أحمد تستكمل مرحلتي التفتيش والتجهيز في معبر العوجة، تعود مرة أخرى من هذه البوابة من خلفي ليكون هناك مساحة لدخول عدد آخر من الشاحنات. طيب نحن يبدو أن الاتصال مع زميلنا أحمد عثمان يتقطع، سأذهب إلى رفاه. رفاه، معك نتابع الوضع، كان في خرق يعني وصف بأنه ليس بالكبير قبل لحظات أو ساعات من الآن، ولكن كيف هو الوضع الآن؟
نعم لارا، لا تزال الطائرات الاستطلاعية تحوم في أجواء هذه المنطقة الحدودية، لا أعلم إن كنتم تسمعون الأصوات، لا تزال هي مستمرة منذ الصباح الباكر. طبعا قبل قليل أيضا دوت سفارات الإنذار في الجليل الأعلى، أعلن الجيش أن هناك جسم مشبوه قد اخترق الأراضي الإسرائيلية، ولم يحدد إن كان هذا صاروخ أم طائرة مسيرة. أيضا في الصباح الباكر استيقظنا على أصوات القصف المتبادل عندما دخلت أيضا طائرة استطلاعية موجهة عن بعد، اخترقت الأجواء جنوب لبنان، وحاول حزب الله بصاروخ أرض جو إسقاطها، لكن الجيش الإسرائيلي على الفور أطلق صاروخ آخر أيضا من جهته، أسقط فيه هذا الصاروخ الأرض جو في منطقة مكشوفة، ثم عادت الطائرة الاستطلاعية لإنهاء مهمتها حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي بنجاح. بعد هذه العملية وفور الانتهاء منها، أيضا عمل الجيش على حسب ما أعلن أنه قصف بعض المواقع التابعة لحزب الله، وأيضا قال أنه قصف منصات كان حزب الله يستخدمها لقصف المستوطنات والبلدات في حدود الشمال مع إسرائيل. طبعا هذه العمليتين كانت في الصباح الباكر، واحدة تلت الأخرى. قبل قليل أيضا كان هناك أصوات المدفعية باتجاه بعض البلدات في جنوب لبنان. طبعا يوم أمس لارا، وحال الانتهاء فور الانتهاء من عملية الاستلام والتسليم الأسرى عند دخول الهدنة حيز التنفيذ، الانتهاء من هذه العملية، أطلق حزب الله صاروخ مضاد للدروع باتجاه مستوطنة المنارة. نتحدث عن مستوطنة المنارة التي هي تقع هنا بهذه الحدود القريبة بين إسرائيل وجنوب لبنان، تبعد حوالي 2 إلى 3 كيلومترات مع جنوب لبنان. طبعا لطالما استهدفها حزب الله هذه المستوطنة وعدد آخر من المستوطنات بسبب وجود عدد من الجيش، قوات الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق. نعم. هذه المناطق أصبحت خالية من السكان. قبل قليل كان تصريح لجريدة معاريف العبرية قالت أن السكان لا يعلمون ولا ليس لديهم خبر أو فكرة متى يمكن أن يعودوا إلى هذه المناطق أو المستوطنات التي هجروها. هناك 60,000 شخص ترك هذه المستوطنات، لا يوجد إلا أعداد قليلة من السكان الذين يهرعون إلى الملاجئ حال دوي صفارات الإنذار. لا يوجد فقط غير الجيش الإسرائيلي المتمركز بدباباته ومدرعاته، نتحدث عن أكثر من 100,000 جندي مكلف واحتياط يتمركزون حاليا في هذه المناطق. هنا الجيش على أهبة الاستعداد، خاصة بعد أن بدأ أو كانت هناك إشارات لخرق الهدنة التي لم يدخلها أصلا حزب الله على هذه المنطقة، فعلى ما يبدو أن هذه المنطقة ستكون متوترة وبعيدة عن الهدنة التي كانت في جنوب إسرائيل مع شمال قطاع غزة. نعم لارا. لا أدري إذا كان أحمد ما زال معنا الاتصال معه لأنه أنا كنت قطعته، بس على كل حال لا أعتقد أنه في الاتصال موجود. سأذهب إلى محمد عوض من جديد. محمد، يعني ماذا يقول الناس في الشارع مع هذه الهدنة؟ هذا ثاني يوم وبالتالي عادت إلى ذاكرة الناس مرحلة ما قبل هذه الحرب. هل من دعوات، هل من ضغوط، هل من مطالب يعني أن تنتهي هذه الحرب كليا، وكيف يعني على أي أساس يطالبون بذلك فعليا؟ نعم، في اليوم الأول كان هناك تخوفات لدى السكان والمواطنين هنا من عدم سريان هذه التهدئة، لكن بعد أن بثينا صور عملية الإفراج وأيضا إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وكانت الصفقة تتم بالطريقة المناسبة، تحول هذا القلق إلى ارتياح، إلى أن الأمور يعني تسير بالطريق الصحيح، وبالتالي الناس هنا بعد يوم أو يومين من التهدئة أصبحت مطالبهم الآن من أجل تمديد هذه التهدئة ووقف إطلاق النار، لأنهم هنا يحاولوا التنفس والارتياح لو قليلا من الغارات الإسرائيلية والتحليق لطائرات الاستطلاع التي غابت تماما عن المناطق الجنوبية عن قطاع غزة. بالكاد نعم. نستمع على الإطلاق لصوت الطائرات الذي استمر إلى 48 يوما تحديدا في المناطق الجنوبية لقطاع غزة. الناس هنا الجميع يسألون هل هناك تمديد لهذه التهدئة، وهذا مؤشر إلى أن الجميع يريد وقف إطلاق النار ويريد تمديد وقف إطلاق النار الذي هو يعني أتاح للمواطنين الحركة على الأقل أو العودة إلى منازلهم تحديدا في شرق محافظات المناطق الجنوبية. ويعني لا زالت المطالب مستمرة بأن تشمل هذه التهدئة عودة سكان شمال ومدينة غزة إلى منازلهم بعد أن منعهم الجيش الإسرائيلي من خلال محور صلاح الدين.
شكرا لك من مدينة خان يونس مراسل الحدث محمد عوض. شكر موصول لزميلنا مراسل الحدث أحمد عثمان من رفح، وأيضا شكرا لموفدة الحدث إلى الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية رفاه السعد. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه يسعى لإجراء صفقة تبادل أسرى شاملة مع إسرائيل ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة. هنية أشار إلى أن الفصائل الفلسطينية على أهبة الاستعداد في حال قررت إسرائيل استئناف هجومها على القطاع، معتبرا أنه من الخطأ ربط حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على غزة بالعملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر المنصرم. وحول إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، أكد هنية أنها قرار فلسطيني مستقل لا يحدده إلا الشعب الفلسطيني وحده. من بروكسل ينضم إلينا الآن السفير عبد الرحيم الفر، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي. سعادة السفير، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه النشرة. مع حضرتك أبدأ بداية من القراءة لهذه الهدنة للإفراج عن المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، وما الذي يبنى عليها فلسطينيا قبل أن ندخل بموضوع الاتحاد الأوروبي؟ نعم، أسعد الله أوقاتكم. يعني هذه الهدنة على أقل لكي يتنفس الناس فلسطينيا، نبني أن تستمر هذه الهدنة، ليس 4 أيام ولكن دعيني أقول لما لا 5 أيام ثم 5 أيام، إلى أن يقف وقف يعني كامل لهذا العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة. هذا ما نسعى له وأتمنى أن يتم، هذا ما وعدنا به من أكثر من دولة هنا أو من دول أخرى، أنه يجب العمل على أن تستمر هذه الهدن إلى أن يتم طبعا الوقف الشامل لكل أشكال العدوان. نعم. هل سينجح العالم بذلك أو لا، هذا حقيقة ما ننتظره منهم، ولكن يجب البناء على ما تم. حتى هذه اللحظة كما تتابعون هناك يعني التزام بأحكام هذه الهدنة على الأقل 4 أيام، وأتمنى وكل شعبنا يتمنى أن يستمر العمل بهذه الهدن إلى أن يتم وقف العدوان بصورة كاملة وشاملة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة. طيب، الكل يتحدث عن الضغط الدولي الآن الموجود سواء لتمديد هذه الهدنة أو على الأقل لعدم تكرار مشاهد الحرب المؤلمة جدا التي رأيناها بالأيام الماضية على قطاع غزة. ما هو دور الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار سعادة السفير؟ وهل ما زلنا نتحدث عن شرخ كبير أو انقسامات كبيرة بمواقف دول الاتحاد؟ نعم، سؤال مهم جدا. يعني دعيني هون أؤكد وأقول أنه اليوم اختلفت الصورة عما كانت عليه بالأمس، ولكن في نفس الوقت لن أقول هناك إجماع كامل بين جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن على الأقل هناك يعني أغلبية كبرى أصبحت تؤمن بأنه يجب أن تفضي هذه الهدن أو هذه الهدن المحلية المؤقتة إلى هدن كاملة ومتواصلة ودائمة لكي يتم وقف آلة الحرب. بعض الدول الأخرى ترى أنه من المبكر الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار، لا يريدون أن يتضمن أي قرار للاتحاد الأوروبي بصفة مشتركة أن يكون هناك مطالبة أوروبية واضحة بوقف إطلاق نار شامل. حتى هذه اللحظة أؤكد أنهم لم يصلوا إلى هذا الإجماع، وأعتقد أنهم لن يصلوا إليه في القريب العاجل. هناك خلاف وفرق بين قادة المؤسسة الأوروبية وبين الدول الأعضاء، الدول الأوروبية الأعضاء في هذا المضمون، وإن كان خفت هذه الحدة أصبحت يعني مجموعة صغيرة فقط هي التي لا تريد أن تتحدث في هذا المضمون، ولكن حقيقة مضمون آخر أن معظم الدول الأوروبية المعظم أقول أصبحت تقول يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار شامل، لأنه نعم. حقيقة لا يمكن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حتى شعوبه تقبل ما يأتي من غزة من قتل ومن دمار شامل لكل شيء. هو بالفعل أنه حتى رأيناها بالموقف الأمريكي، وبالتالي هناك أسئلة تدور حول ما إذا كانت الدول الأوروبية التي دائما ما تحاول ملائمة الموقف الأمريكي إذا كان في اتفاق معين على الضغط في هذا الإطار. هل تسمعون أي حديث عن أنه اليوم في ضغوط فعلية من الدول التي يمكنها التأثير على إسرائيل، أمريكا وحتى حلفائها الأوروبيين، بموضوع تمديد الهدنة وقف هذه الحرب على القطاع؟
نعم أنا شخصيا استمعت فقط بالأمس، ولا أخفيكم سرا كنا مع اجتماع مع ما يعرف هنا بسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى جهة موجودة هنا، الممثل الدائم للدولة في داخل الاتحاد الأوروبي. تقريبا أكثر من 21 دولة تحدثوا بصوت واحد أنهم وقالوا استخدموا مصطلح بصفتنا أصدقاء لإسرائيل، والصديق يجب أن يستمع إلى نصيحة الصديق. نحن نضغط على إسرائيل للاستمرار في هذه الهدن لنصل إلى وقف إطلاق نار شامل. وطبعا هذه الدول دعوني أؤكد أنها على تنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية، وبالتالي الموقف الأمريكي أصبح ينعكس حتى هنا في داخل دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة الدول الوازنة منها. وأنا أعتقد أن يوم الاثنين بلقائهم مع معالي وزير خارجية السعودية أيضا واللجنة المنبثقة عن القمة الإسلامية العربية في إطار ما يعرف اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، حيث سيكون 27 دولة أوروبية ممثلة في هذا الاجتماع في برشلونة بعد غد الاثنين، وأيضا الدول العربية الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى معالي وزير خارجية السعودية حيكون أيضا موجود. أعتقد سيستمعون وسنستمع منهم أن هناك توجه في هذا الاتجاه، دعم كامل للهدن. وبالتالي يعني الاتحاد الأوروبي يضع حاليا بأنه يجب إدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات. نعم، الاعتراف بدولة فلسطين، الكلام الموجود اليوم داخل الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، ونسأل هنا أكيد عن موقف إسبانيا بشكل أساسي في جولة للمسؤولين الإسبان وحتى البلجيكيين بالمنطقة، إلى أي مدى في عمل على هذا الخط أيضا؟ نعم، حقيقة هذا سؤال مهم، وبالفعل هناك توجه لدى على الأقل 6 أو 7 دول بأنه آن الأوان لكي نجبر جميع الأطراف الالتزام بما يسمى مبدأ حل الدولتين، وهو مبدأ حقيقة يعني جميع الدول الأوروبية الأعضاء تتبنى هذا المبدأ، ولكن الآن أصبحت إسبانيا، بلجيكا أيضا يقود مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء للتوجه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وحينما تسأل السؤال يجيبون أنه للحفاظ على مبدأ حل الدولتين آن الأوان للاعتراف بدولة فلسطينية، وقد ينعكس ذلك على بعض الدول الأخرى، ولكن دعيني أقول حتى هذه اللحظة هي مجموعة صغيرة من يفكر في هذا الموضوع لتقريبا جلب الأطراف إلى طاولة مفاوضات وحل المشكلة سلميا. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا سعادة السفير، ضيفنا من بروكسل السفير عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي. شكرا. نذهب إلى فصل، من بعده نتابع. هجوم بمسيرة إيرانية في المحيط الهندي على سفينة شحن يملكها إسرائيلي. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. الواقع الآن ليس هناك إرادة نحو السلام. هذه الحرب المندلعة أين تتجه الأزمة السودانية؟ كل السودانيين يرغبون في خروج قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع تريد حوار يقود إلى امتيازات سياسية. خلفت معارك اليوم 6 أشخاص ضحايا من أسرة واحدة. عندما تضع الحرب أوزارها يتم التشاور حول تشكيل حكومة مدنية. ما الذي يؤخر تقدم الجيش السوداني؟ الانزلاق في حارات الميلانيا. الانتقام لحكم الدولة غير الأمن مقيولا بعد الفن السياسي. ما الذي يعيق إذن تطبيق وقف إطلاق النار؟ السودان الآن لم يفضل منه موحدا إلا اسمه.
بكم من جديد. قال مسؤول دفاعي أمريكي إن سفينة حاويات يملكها ملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي من مسيرة يشتبه بأنها إيرانية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه بأنها استهدفت بمسيرة مفخخة من طراز شاهد 136، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة من دون إصابة أي من أفراد طاقمها. وأكد المسؤول مواصلة مراقبة الوضع عن كثب، رافضا إيضاح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي بأن إيران تقف وراء هذا الهجوم. في سياق ذاته، اعتبر نائب رئيس البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري أنه من حق إيران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز متى أرادت، في حال اعتبرت أنها تهدد الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن إيران يمكنها أن توقف السفن متى تشاء وأن تفتشها وأن ذلك من حقها. وأضاف أن القوانين الدولية هي التي تحكم الممرات المائية، ولا يمكن لأي دولة التصرف بشكل تعسفي. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الجيش الإسرائيلي اعترض هدفا جويا يشتبه في أنه طائرة بدون طيار جرى إطلاقها من لبنان. من جهتها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بانفجار صاروخ إسرائيلي في أجواء قرى الحدود، مشيرة إلى أن الانفجار تبعه تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية قرب الحدود مع إسرائيل. على حافة تفصل بين بر السلام وهوية الحرب يقف لبنان. 6 أسابيع من المعارك المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل خرقت قواعد الاشتباك خلالها لمرات. لم يقتصر قتلاها على عناصر حزب الله، ضحايا الجنوب مدنيون أيضا، لكن الحرب التي تعيش الكرة الحدودية تفاصيلها لم تمتد إلى خارج الخريطة الجنوبية، فالطرفان كبحا لجام مغامرات مدمرة قد يكون وقعها على بيروت أقصى مما لحق بغزة. الأمريكيون يريدون خفض التوتر إلى حد أقصى، يريدون حتى وقف العمليات العسكرية، ويعملون لأجل ذلك مع اللبنانيين وعبر الضغط على حزب الله، ويعملون بذلك على المستوى الإسرائيلي. الإيرانيون لديهم مقاربة مختلفة. المقاربة الإيرانية هي أنه نعم للمشاغلة، نعم للاشتباك، نعم للمناوشات، ونعم حتى لرفع مستوى الاشتباك بين الفينة والأخرى، لا للوصول إلى الحرب. يخشى اللبنانيون الحرب، هذا واضح في شوارع بيروت التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن المعارك الحدودية. لافتات رفعت هنا رفضا للحرب وامتدادها، واتهامات سياسية بأن حزب الله يجر اللبنانيون عنوة إلى حرب لم يختاروها حتى لو اعتقد أنه يضبط إيقاعها. بزقنا 30 سنة ما حدا سأل عنا، هلا بدهم يرجعوا يعملوا لنا حرب؟ ما بدنا حرب. والأمريكان حاطين إيدهم، كوني أكيد لو ما الأمريكان فتحت من زمان. ليس صحيحا أنه حزب الله لم يأخذ لبنان إلى حرب، وليست بالنسبة لنا مفاهيم الحرب أن ندمر أبنية وندمر جسورا. العملية التدمير غير الظاهرة هي قوية جدا ولها مفاعيل الحرب المدمرة، لأنه اقتصادنا، زراعتنا، بساطنا الأخضر احترق، تم تهجير مئات عشرات الآلاف من الجنوبيين. قد تكون الحرب قد حولت أنظار اللبنانيين عن أزماتهم الداخلية، لكن هذه الأزمات ستزيد من شراسة تبعات أي حرب مستقبلية. تتشابه يوميات القرى الحدودية التي أخلاها معظم سكانها، والجولة التي بدأت مع حرب غزة لا يضمن اللبنانيون شكل نهايتها، وسط تخوف دائم من اشتعال حرب غير محسوبة. غنوة يتيم، الحدث، القطاع الأوسط. ولمعرفة الوضع الآن على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل ينضم إلينا من هناك مراسل الحدث محمود شكر. محمود، أهلا بك في هذه النشرة، معك نتابع الأوضاع في ظل الحديث عن بعض الخروق.
نعم، القاعدة الأساسية ما بين هذا اليوم وما بين الأمس هو الهدنة، والاستثناء هي الخروقات، ولكن هذه الخروقات حتى الساعة لم ترتقي إلى مسألة تخرج عن المألوف، ما عدا إلى أنه مع ساعات الصباح الأولى وبحسب الإعلام الإسرائيلي أنه قام بإطلاق صاروخ باتجاه صاروخ أرض جو كان باتجاه مسيرة إسرائيلية تحلق عند الحدود، هذه نعم. الرواية الإسرائيلية. أما الرواية اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية فهي قالت إلى أن هذا الصاروخ هو صاروخ اعتراضي انفجر فوق الأراضي اللبنانية، هذا في الصباح. أما في الظهر فيمكن القول أنه يصح أن نطبق هذه الرواية على رواية الصبح، لأنه وقع أيضا انفجار في فضاء المنطقة، لتأتي الرواية الإسرائيلية بعد ذلك بالقول إلى أن صاروخ اتجه نحو جسم مشبوه كان يتوجه أو يتسلل إلى الداخل الإسرائيلي. ما عدا ذلك على الأرض توقفت المواجهات بمعنى إطلاق الصواريخ أو قذائف المورتر، وحلت محلها من الجانب الإسرائيلي عمليات إطلاق الرصاص والتمشيط، بدءا من بلدة كفركلة باتجاه مزارع لبناني كان في أرضه، وعدد من الرصاصات أصابت سيارتها الحمراء الربيد، ثم بعد ساعة قبل هذا الوقت كان هنالك إطلاق رصاص ترهيبا لفريق إعلامي كان يقوم بإعداد رسائل مباشرة على الهواء في كفركلة، إلى أيضا بلدة هونين حيث كان مزارعون يقطفون محصولهم من الزيتون فتم إطلاق النار. وصلنا إلى هذه النقطة بالذات وهي قطمون، حيث أيضا اشتغلت مدافع الرشاشة المتوسطة لعشرة إلى 15 من الوقت على الدفعتين متقطعتين. هنالك عدد كبير من الأصوات التي تسمع من وقت إلى آخر، هذه الأصوات أيضا ذهبنا إلى التدقيق بها من الجهة اللبنانية، هي عبارة عن بعض القذائف الصاروخية أو قذائف المدفعية نعم التي لم تنفجر يقوم الجيش اللبناني بمعالجتها، وأيضا من الجانب الإسرائيلي تبين أن الإسرائيلي بفوج الهندسة يقوم نعم أيضا محمود. بتفجير بعض هذه القذائف التي لم تنفجر. شكرا جزيلا نعم لك زميلنا من الحدود الجنوبية اللبنانية الإسرائيلية مراسل حدث محمود شكر. ونذهب إلى ضيفنا من بيروت الآن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد سنيورة. دولة الرئيس، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي هذه النشرة هذا المساء. البداية من جبهة لبنان، كان في حرص على القول طوال الأيام الماضية للحرب على قطاع غزة بأنه ما زالت ضمن قواعد الاشتباك، ولكن كان في حرب على هذه الجبهة. هل هذه الهدنة سوف تفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة أم لا؟ بداية تحياتي لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. مما لا شك فيه أن الهدنة التي بدأت البارحة لا شك أنها يعني إلى حد كبير مستمرة، بالرغم من أن هناك مناوشات واستفزازات، وعلما أنه وقبل ذلك حصلت عديد من التبادل الإطلاق النار خلافا لما يسمى بقواعد الاشتباك، بل حتى في بعض الأحيان تخطت ما هو مفهوم أن قواعد الاشتباك موجودة في منطقة هي جنوب نهر الليطاني، تخطته وأدت أيضا إلى مقتل عديد من الأشخاص المدنيين والصحفيين، بالإضافة إلى استهداف حزب الله. بالجانب الآخر طبيعي كانت يعني حزب الله كمان يعني يرسل قذائف وصاروخية على مواقع ومستعمرات إسرائيلية. الحتم الذي كان يجري آنذاك كان لعب على حافة الهاوية، وهذا الأمر كان مصدر قلق بالنسبة للبنانيين، لأن يعني التجارب علمتنا من حروب كثيرة حصلت في العالم أنها حصلت خلافا لرغبة المعنيين آنذاك، ولكن حصلت لأنهم كانوا يقتربون من حافة الهاوية، ولسبب بسيط أو غير بسيط اشتعلت الحروب. لذلك هناك قلق لبناني في هذا الشأن. طيب. بس الآن دولة الرئيس خلال هل الأيام سيتم الماضية استفزازات.
هذا استفزازات نعم، ولكن هل سيتم الفصل برأيك؟ هل هدنة غزة أصلا كافية بالنسبة لحزب الله للقول أنه نحن دعمنا قدر الإمكان وشتتنا الجبهات كما عنونها والآن يمكننا أن نخرج من هذه الحرب أو لا؟ هذا الأمر استبعد أن يقولوا هذا الكلام، ولكنهم يقولون أننا نسهم في عملية مشاغلة القوات الإسرائيلية وتشتيت القوات الإسرائيلية، وأن هناك تصريحات جرت على ألسنة مسؤولين إيرانيين بأنهم لن يشاركوا في هذه الحرب، وأنها الاتصالات التي جرت من خلال مسؤولين إيرانيين أيضا بالإضافة إلى مسؤولين عرب وأيضا مسؤولين نعم. من دول صديقة في العالم وإلى جانب الموقف الأمريكي، كلها تحذر من أن ينخرط لبنان. هذا بالإضافة إلى أن الموقف اللبناني للشعب اللبناني، أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من كافة المناطق ومن كافة الأطياف لا ترحب، بل على بالتحديد أنها تحذر من أن ينجر أو يستدرج لبنان إلى حرب، لأن لبنان يعاني الأمرين لا زال من نتائج الحرب التي حصلت في العام 2006، وأن لبنان يعاني من مشكلات وأزمات خطيرة سياسية واقتصادية معيشية، وأيضا من خلال مشاكل تتعلق بالنازحين السوريين إلى, طيب. إلى, إلى, إلى لبنان. فبالتالي كل هذه المعطيات تجعل من اللبنانيين قلقين وبالتالي حريصين على أن لا ينجر لبنان. الآن هذه الهدنة شملت بدون حديث شملت عمليا على أنها سوف تستمر لهذه الأيام. نعم. هل هناك من إمكانية لأن يصار إلى تمديد هذه الهدنة؟ هذا الأمر أعتقد أن هناك مصلحة لدى الجميع بأن يصار إلى التقدم على مسار بانتظار أن يصار إلى تمديد الهدنة، بانتظار أن تتضح هذه الصورة. يعني أنا مضطرة لشكرك دولة الرئيس لأنه انتهى وقت هذه المقابلة، ولكن لنا لقاءات أخرى. دولة الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا من بيروت. وفقا للعرف السياسي السائد في النظام السياسي العراقي، فإن منصب رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني، إذ بدأت القوى السنية بالفعل طرح عددا من المرشحين خلفا لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق، إلا أنها قابلة للتغيرات في أي لحظة في ظل حديث متصاعد عن الاتجاه نحو توافقات سياسية. المزيد حول المرشحين لخلافة الحلبوسي مع زميلة هدير الرباعي. إليك هدير. نعم لارا، شكرا لك. إذن التنافس محموم بين الطامحين لخلافة محمد الحلبوسي على رأس البرلمان العراقي، ومن باب العرف السياسي كما ذكر الخبر يؤول هذا المنصب إلى المكون السني. فمن هم أبرز المرشحين حتى الآن لرئاسة البرلمان؟ الأنباء تشير إلى أن الأوفر حظاً حسب مراقبين هو النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة النيابية، وهو مرشح عن حزب تقدم الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. على المنصب ثمة منافس آخر وهو النائب عبد الكريم عبطان عضو اللجنة القانونية النيابية، أيضا من مرشح تحالف تقدم. إلى مضمار السباق هذا في حزب تقدم أيضا انضم النائب شعلان الكريم وهو نائب لعدة دورات نيابية إلى الترشح لمنصب رئيس البرلمان. من أحزاب سنية أخرى دخل المنافسة على المنصب النائب مثنى السامرائي باعتباره رئيسا لتحالف العزم السني أيضا. أيضا النائب طلال الزوبعي مرشح تحالف حسم المتحالف مع تحالف العزم. في تحالف حسم أيضا جرى ترشيح النائب سالم العيسى، ويقال بأنه أيضا مدعوم، ورئيس البرلمان الأسبق النائب محمود المشهداني مرشحا كذلك عن تحالف حسم. مصادر سياسية كشفت أن أغلب قوى الإطار التنسيق الشيعي الذي شكل الحكومة وهو أمر معروف تدعم ترشيح محمود المشهداني ومثنى السامرائي وهؤلاء من القوائم السنية لارا. إذن هذا هو تقريبا أغلب المرشحين لدينا حول منصب رئيس البرلمان العراقي.
شكرا جزيلا لك هدير. أيضا هذه النقاط سوف نناقشها بعد قليل مع ضيفنا، ولكن ملف عراقي آخر يتعلق بالهجمات شبه اليومية على المصالح الأمريكية تحديدا في قاعدتي عين الأسد وحرير من قبل الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. محمد شاب يملك محلا صغيرا لبيع الخضار في بغداد، ورغم أنه بعيد عن السياسة وتعقيداتها والتطورات الأمنية التي يشهدها العراق على خلفية الحرب في قطاع غزة وصراع المحاور في المنطقة، إلا أنه يخشى أن تكون الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت الفصائل المسلحة بداية لعودة حالة عدم الاستقرار والفوضى في البلاد. يمكن يرجع الوضع الأمني مو أمان احتمال كبير. هسه الدولار مرتفع على 160، احتمال يرتفع أكثر لأنه تماقم ينزل عم يظل بطلوع. يعني هسه 160 احتمال باكر عقب باكر يوصل 170 ويوصل ل 200 ألف إذا ما لقوا شيء حل. ليست هذه المخاوف حكرا على محمد، وإنما يشاركه فيها ملايين العراقيين الذين يخشون من عودة التوتر الأمني الذي يؤثر على حياتهم بشكل مباشر أمنيا واقتصاديا. عدها أذرع، عدها أدوات، عدها وسائل ضغط وما عدها مانع تعاقب شعوب بكاملها ودول بكاملها. غير الدبلوماسية ما تنفعنا، يعني هذا القصف راح يولد كثير من الأمور الصعبة راح تصير على وضع السلام داخل العراق، راح تكون مشاكل كثيرة. يعني ما عدها أمريكا تجي تقصف أي مكان ببغداد، يعني إذا تشوف هذا يقول لك هذا اعتداء سافر علينا. فالمفروض إحنا نلتزم بكثير من الأمور. المخاوف الشعبية هذه قابلتها بيانات حكومية دانت القصف الأمريكي لمواقع الفصائل المسلحة، لكنها في الوقت ذاته بعثت رسالة ضمنية إلى هذه الفصائل بأن استمرار الهجمات سيقابله رد أمريكي حتما عسكري وربما اقتصادي قد يطيح بحكومة الإطار التنسيقي التي ولدت بشق الأنفس بعد مخاض سياسي عسير. الرد الأمريكي سيكون حاضرا وبقوة خلال الأيام المقبلة على ما يبدو، مع تكرار الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على قوتها في قاعدتي حرير وعين الأسد شمال البلاد وغربها. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد. ومن بغداد معنا الآن مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. دكتور حسين، أهلا بك معنا على شاشة الحدث دائما. يعني بظل كل التحذيرات من الحكومة العراقية نفسها حول الاعتداء على مصالح أي من الأطراف الأجنبية الموجودة داخل العراق، تستمر الاعتداءات بشكل أو بآخر، وحتى في دعوة اليوم رسمية لمواجهة هذا الموضوع للجيش العراقي، ولكن كيف يمكن تفسير اليوم عدم قدرة الحكومة على ضبط هذا الأمر؟ يعني مساء الخير عليك يا ست لارا، ومساء الخير على المشاهدين الكرام، ونبارك لكم الانتقال إلى الرياض. شكراً دكتور. في المملكة العربية السعودية لاستوديوهات الحدث، ونتمنى لكم كل التقدم والنجاح. حقيقة البيان الذي صدر من قبل الناطق باسم الحكومة العراقية قبل أيام في إدانة الهجمات التي حدثت على ألوية الحشد الشعبي، وكذلك بالمقابل إدانة الحكومة العراقية لأي هجمات ضد المصالح لأصدقائنا وحلفائنا في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تحكم العلاقات العراقية الأمريكية، كان واضح جدا خطاب الحكومة العراقية في هذا المسار. وبالتالي الحكومة العراقية تدير هذا المسار الآن من خلال الدبلوماسية والحوار، سواء بالحوار الداخلي مع القوى السياسية العراقية، وكذلك بإدارة الدبلوماسية التي تحاول أن تنقل هذه البلاد حقيقة بعد 20 سنة من هذا الإرث الكبير الذي يعني امتاز بالصراع وامتاز بانتقالات لتحديات كبرى مررنا بها بالدولة العراقية والنظام السياسي العراقي، مثل ما ذكرتي حضرتك في بداية يعني اللقاء. في لحظة 2014 كانت لحظة صعبة جدا على العراق، نعم. وفي لحظة كذلك بالمقابل 2019 في احتجاجات تشرين، وكذلك بالمقابل في لحظة حادثة المطار الكبيرة التي أثرت على الوضع الأمني والسياسي للدولة العراقية. ولذلك السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني حريص جدا على أمن العراق واستقراره، وحريص جدا كذلك على التزام الحكومة العراقية بتقدم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في البلاد. وبالتالي ليس أمامنا سوى الدبلوماسية
وخطاب التنمية الذي هو سينقل البلاد نحو أفق جديد. واليوم حقيقة العراقيين مسرورين جدا عندما رأوا هذه المشاريع التي بدأت بها الحكومة العراقية تظهر للعيان. نعم. سواء في ساحة عدن أو في غيرها حقيقة من المجسرات الأخرى، وهذه دلالة على التزام الحكومة العراقية بما وعدت به بأن تنقل البلاد من التنمية والدبلوماسية، وبالتالي ننتقل نحو فضاء جديد لاستقرار المجتمع العراقي. نحن للأسف الشديد يعني مش قادرين نكسبك أكثر اليوم دكتور حسين علاوي لضيق الوقت، ولكن دائما لنا لقاءات أخرى. مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي ضيفنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة، دقائق قليلة وأعود ألقاكم، إلى اللقاء.